ردود الفعل الدولية والإقليمية لا تزال تتواصل بعد نجاح قمة القاهرة للسلام واللي جمعت قادة العالم لبحث تطورات الأزمة الفلسطينية. خلونا نتعرف مع حضراتكم على أبرز التطورات وأهم ردود الفعل الإقليمية والدولية على الأحداث الأخيرة في غزة وحرب إسرائيل المستمرة. معانا الأستاذ شادي محسن الباحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير أستاذ شادي. يعني نبدأ مع حضرتك، الحرب بتدخل أسبوعها الثالث النهاردة، نبدأ ميدانيا على الأرض بعد 3 أسابيع وانتظار دخول بري وشيك، بتقيم الأمور إزاي؟ السيناريو الاجتياح تم تأكيده ل5 أسباب. أسباب لوجستية متعلقة بتسليح الجيش الاحتياطي في إسرائيل، السبب سياسي لأن في ضغط إقليمي مسببة مصر على إسرائيل بسبب استهدافها للمدنيين العزل، وفي سبب اقتصادي طبعا الكل مدركه بسبب الاستنزاف الضخم جدا للحرب يعني على اقتصاد إسرائيل، وفي بقى أسباب متعلقة بحرب متعدد الجناحات. يعني مصر في القمة الأخيرة، قمة القاهرة للسلام، واستضافتها حتى لرئيس وزراء بريطانيا، مصر قدمت لرئيس وزراء بريطانيا تقدير موقف إن ممكن تتفلت أزمة وتولد حرب متعددة الجنايات سواء في لبنان، في سوريا، العراق وخلافه. فطبعا بقى في ده برضه ضغط دولي على اسرائيل بالتهدئة وانه بالتروي شوية في المسألة دي. اما في قطاع غزة طبعا في ضربات جوية عنيفة وغاشمة على مخيمات تم قصفها كذا مرة ورا بعض، وده بيحلنا الى مؤشر مستجد يعني برضو ان بقى في تهجير عكسي. يعني الفلسطينيين اللي كانوا في الشمال وتم دفعهم للنزوح جنوبا رجعوا تاني الى مخيماتهم شمالا وفي وسط قطاع غزه، فبقت اسرائيل مضطره لضرب هذه المخيمات كذا مره في عده ايام ورا بعض. سبب التهجير العكسي ده هو ان الفلسطينيين خلاص دشنوا بينهم وبين بعض ضمنيا ما يسمى بالمقاومة الشعبية في حالة الاجتياح البري. يعني إسرائيل لو دخلت قطاع غزة تجد فلسطينيين يقاوموهم شعبيا، لأن الإسرائيليين كانوا بيدفعوا إلى فكرة تهجير الفلسطينيين وسط وجنوب عشان الأرض تبقى خالية تماما، لا يبقى في حاجة اسمها مقاومة شعبية ولا يبقى في حاجة اسمها خطف ما بين الأهالي والكلام ده كله. فالفلسطينيين طبعا استدركوا الأمر بسرعة ورجعوا تاني لأماكنهم في شمال قطاع غزة. طيب نقدر نقول أن واحد من أهم مخرجات القمة اللي احنا شفناها المطالبة الفورية ووضع كل الدول في العالم قدام مسؤولياتها وإحراجها، يعني لو يجوز لنا استخدام اللغة الدارجة بأن ما ينفعش اللي بيحصل على الأرض ده، تأثير المطالبات العربية بوقف القصف مع التزامن مع اللي حضرتك بتقوله أن الناس بترجع تاني لمكانها ورافضة أنها تتحرك. بالظبط كده. يعني في 3 أسباب مصر تسببت فيهم في تأجيل سيناريو الاجتياح أو إدخال المساعدات، اللي هو السبب السياسي والسبب المتعلق بالضغط الأمريكي والضغط الدولي على إسرائيل، والمتعلق أيضا برفض التهجير القسري للفلسطينيين. يعني مصر من أول يوم أدركت إن في مخطط إسرائيلي بدفع الفلسطينيين الى التهجير القسري، وهي قالت لا، ده لا يمكن يحصل، لا يمكن يحصل عشان القضايا الفلسطينيه ما تتصفاش وعلشان السياده المصريه لا تنتهك يعني. فطبعا فورا الفلسطينيين ابدوا تلقوا هذه يعني التحذيرات والرسائل المصريه بشيء من الصمود وشيء من الايجاب يعني في مساله ان هم يفضلوا على ارضهم ويبقوا صامتين عشان قضيه فلسطين. قمه السلام قمه القاهره للسلام هي بقى اللي كانت عامله ده، ان كان في روايه عربيه متماسكه، الاوروبيين يا فندم كانوا جايين مراهن، او المعسكر الغرب بشكل عام كان جاي مراهن على ان في عواصم عربيه متفرقه ومتقسمه لمعسكرين، معسكر محايد ومعسكر مؤيد للقضيه الفلسطينيه. المعسكر المؤيد للقضيه الفلسطينيه ماشي، مصر مفهوم موقفها والكلام ده كله، لكن هم كانوا جايين متخيلين ان في بعض العواصم العربيه اللي هتحيد نفسها.
بس احنا شفنا استاذ شادي، شفنا موقف عربي يعني موحد الى حد كبير ورافض تماما العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. حابب اسال حضرتك فيما يتعلق بخارطه الطريق اللي قدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في افتتاح القمه، والحديث عن ثلاث نقاط اساسيه او ثلاث مراحل: الامدادات بشكل سريع ومستدام وامن الى اهلنا في قطاع غزه، البدء في وقف اطلاق النار ومفاوضات التهدئه، ومن ثم احياء عملية السلام أو المسار التفاوضي وإقامة الدولة الفلسطينية. هل ممكن يتم الاستجابة فعلا من أطراف ومن المجتمع الدولي لمثل هذه الخارطة، خارطة الطريق والحديث عن إحياء مسار السلام مرة أخرى في ظل الحرب المستمرة الآن على الأرض؟ لا، هي مصر طبعا مدركة أن خارطة الطريق دي مش مدتها مش 5 أيام ولا 10 أيام، لا، هي مدركة كويس جدا ان هي هتبقى متدرجة وكل مرحلة هيبقى ليها فصول مناسبة لتقديمها. في امكانية قمة القاهرة للسلام هتبقى فصل مهم من ضمن سلسلة فصول يا فندم، يعني مش هي دي المبادرة الأولى لمصر ولا هتكون المبادرة الأخيرة. القمة دي هيستدعها قمم إقليمية ودولية أخرى، وبقى في تكثيف دلوقتي الاتصالات والمشاورات دبلوماسية دولية مع بعض العواصم الأخرى سواء في المنطقة أو بره على عقد قمم مماثله. ليه؟ لان يعني الامر ده بيبقى محتاج هذه المبادرات تباعا ويبقى وتيرتها اسرع شويه. القمه تستدعها قمه اخرى وتستدعها لجان ومشاورات مغلقه او غير او حتى مفتوحه وعلنيه. ادخال المساعدات دي كانت اهم نقطه ممكن اي حد يتخيلها حقيقي. هو ده اهم هدف مصر حققته بامتياز. عشان كده الاسرائيليين فعلا لو جاز التعبير واستخدام اللغه العفويه يعني شايطين. الاسرائيليين دلوقتي حاسين ان فعلا مصر مستقرئه لكل خطوه هم بيعملوها. ليه بقى؟ مصر عندها تقدير موقف ان اسرائيل عايزه تدخل قطاع غزه تنتهي من اسقاط حماس في اسرع وقت ممكن وبالمره تبيد الشعب الفلسطيني. أو تعمل تغيير في الديموغرافية بتاعت قطاع غزة. مصر كانت عارفة إن الصراع كده هو ممكن يطول وإسرائيل عايزة العكس. فإدخال المساعدات هيقدم متنفس ضروري وحيوي لأهل قطاع غزة. وده بالسليقة كده هو برضه هيصعب المهمة على إسرائيل فتستنزف اقتصاديا. فخسائرها البشرية حتى تزيد. صحيح. طبعا يعني المساله دي مساله مخيفه بالنسبه لاسرائيل عشان كده بتاكد كل شويه. فالقمه القاهره زي ما قلت لحضرتك ادخال المساعدات كان اول واهم هدف تكتيكي مصر محققاه. اهم هدف استراتيجي بقى لحضرتك لسه مشير اليه اللي هو خارطه الطريق. صحيح. فعلا الهدف الاساسي والاول زي ما حضرتك ذكرت استاذ شادي هو ادخال المساعدات بشكل امن وسريع ومستدام في هذه اللحظه اللي احنا بنعيشها. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ شادي محسن الباحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجيه. صباح الخير على حضرتك.